شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. صدق الله العلي العظيم. في هذا اليوم نتحدث بإذن الله عن مفهوم من المفاهيم الدينية له تعلق بالجانب العقائدي كما له تعلق بالجانب العملي من حياة المؤمن. وهذا المفهوم هو مفهوم الشفاعة. أولاً وقبل كل شيء، يجب أن نعرف ماذا تعني الشفاعة. شنو معنى الشفاعة؟ الشفاعة من الناحية اللغوية تعني ضم الشيء إلى مثله. مرة الشيء يكون وحده، ومرة يضم إلى الشيء ما هو مباين له، ومرة ثالثة يضم إلى الشيء ما يماثله. هذه العملية الثالثة تطلق عليها كلمة الشفاعة. احنا عندنا صلاة الشفع، وعندنا صلاة الوتر. صلاة الوتر ركعة واحدة يصليها المؤمن في آخر صلاة الليل. وتر يعني واحد، شيء لا يضم إليه شيء آخر. بينما صلاة الشفع تصلي ركعة ثم تضم إلى هذه الركعة ركعة ثانية تماثل الركعة الأولى. إذن ضم الشيء إلى مثله يطلق عليه الشفاعة. هذا من الناحية اللغوية. من الناحية الاصطلاحية، الشفاعة عبارة عن ضم العنصر الأقوى إلى العنصر الأضعف.
هنالك عنصر ضعيف يريد أن يقوم بعمل معين ولكن ما يقدر، إلى قصور ذاتي عن القيام بهذا العمل. ينضم هنالك عنصر أقوى إلى ذلك العنصر الأضعف فيعينه على ذلك العمل. من الناحية الاصطلاحية هذه العملية يطلق عليها الشفاعة. لنمثل بمثالين. المثال الأول يتعلق بالأشياء، والمثال الثاني يتعلق بالأشخاص. المثال الأول: البذرة تريد أن تكون نبتة. كل موجود يطلب بلسان الحال التكامل. كل موجود من الموجودات يسعى نحو التكامل. هذه البذرة إذا تبقى على حالتها بقيت في حد داني من الوجود. وجود البذرة نوع من الوجود، ولكن نوع داني من الوجود، نوع سافل من الوجود. تريد أن تخلع هذه الحالة، هذا الوجود الضعيف، وتتلبس بوجود أقوى هو الوجود النباتي. هذه البذرة جماد، هذه البذرة لا حياة لها، تريد أن تخلع الحالة الجمادية وتتلبس بالحالة النباتية. ولكن هذه البذرة لها قصور ذاتي، هي ما تتمكن تقوم بهذا العمل، هي لا تتمكن أن تنتقل بنفسها من المرحلة الجمادية إلى المرحلة النباتية، فتحتاج إلى شفيع. شفيع يعني شنو؟ يعني طاقة أخرى تنضم إليها وتعينها على طي هذه المرحلة. من هو الشفيع؟ الأمطار التي تهطل، الشمس التي تشرق، العناصر الموجودة في التربة، كل هذه الأشياء تجتمع وتأخذ بيد هذه النبتة حتى تنقلها من المرحلة الجمادية إلى المرحلة النباتية. هذه شفاعة الأشياء، يعني نور الشمس كان شفيعاً لهذه البذرة لكي تتحول إلى نبتة. الماء كان شفيعاً لهذه البذرة حتى تتحول إلى نبتة. الأمطار كانت شفيعة. مجموع هذه الأشياء تعتبر شفعاء في مساعدة هذه النبتة على التحول. هذا الشيء، هذا المفهوم، مفهوم الشفاعة التكوينية موجود في القرآن الكريم كما يذهب إلى ذلك بعض العلماء. الله سبحانه وتعالى يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. كل هذه المقاطع تتعلق بعالم التكوين. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، استوى على العرش
يدبر الأمر. لاحظوا القطعة التي تأتي بعدها: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. يعني في هذا العالم هنالك وسائط جعلها الله سبحانه وتعالى، وسائط تكوينية، أشياء، ولكن هذه الأشياء لا تعمل إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمطار لا تؤثر تأثيرها إلا بإذن الله. كل شيء في هذا الوجود لا يمكن أن يؤثر إلا بإذن الله. يدبر الأمر، هو المدبر، هو المشرف، هو المهيمن، هو الكل في الكل، يدبر الأمر، ولكن هنالك وسائط، هنالك شفعاء من الناحية التكوينية. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. هذه شفاعة الأشياء. وعندنا أيضا شفاعة الأشخاص، يعني أن هنالك شخصا يأتي ويعينك على الحمل الذي لا تستطيع القيام به. شفاعة الأشياء وشفاعة الأشخاص. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني: بعد أن عرفنا مفهوم الشفاعة، ما هي نظرة القرآن إلى الشفاعة؟ بالذات شفاعة الأشخاص. شفاعة الأشياء لا يمكن لأحد متدبر أن يناقش فيها، ولكن البحث حول شفاعة الأشخاص. أكو هنالك فرقة شاذة، والشاذة للذئب كما ورد في الحديث. هذه الفرقة مو فقط ترى أن خط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ذل على ضلال، وإنما في الواقع تكفر كل الأمة. متى وجدت هذه الفرقة؟ قبل 250 عام تقريبا. ذول يرون أن كل الأمة على ضلال، أن كل الأمة على باطل، أن كل الأمة كفار، زنادقة، مشركين. الصدر الأول كلهم كانوا مشركون: عمار، أبو ذر، سلمان، المقداد، كل صحابة رسول الله كانوا مشركين. الجيل الثاني، جيل التابعين، كلهم كانوا مشركين. الجيل الثالث والجيل الرابع كلهم كانوا مشركين. ماكو موحد على وجه الكرة الأرضية، إلى أنه في يوم من الأيام نبت من الأرض شخص، وإذا به يهتدي إلى التوحيد. 1200 عام تقريبا كل الأمة كانوا على باطل، أصحاب رسول الله المنتجبون كانوا على باطل، أهل البيت كانوا على باطل، إلى أن وجد هذا الرجل فاكتشف الحق. في هذه الفئة يقولون الشفاعة شرك، الشفاعة باطل، ماكو شفاعة. وجماعة منهم يقولون أكو شفاعة، ولكن إحنا ما إلنا حق نقول يا رسول الله اشفع لنا عند الله، يا فاطمة الزهراء اشفعي لنا عند الله، ما إلنا حق. زين، شنو دليلهم؟ دليلهم أن القرآن ينفي الشفاعة. القرآن يقول: قل
لله الشفاعة جميعا. إذن الشفاعة بيد من؟ بيد الله. رسول الله لا يملك الشفاعة، أمير المؤمنين لا يملك الشفاعة، فاطمة الزهراء صلوات الله عليهم أجمعين لا يملكون الشفاعة، الله هو الذي يملك الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا. الحقيقة هذا المنطق منطق رجل جاهل أو معاند، واحد من الاثنين. لو جاهل لم يفهم القرآن، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يخاطب ذلك الرجل أو الإمام الباقر، يقول له ما ورثك الله من كتابه حرفا، حتى حرف لم يورثه الله من كتابه. هذه الفئة لم يورثها الله تعالى من كتابه حرفا، لأنها طلبت العلم من غير أهل البيت، وكل علم يطلب من غير أهل البيت فهو ضلال وانحراف. هذا إما جاهل وإما معاند. القرآن يقول الشفاعة بيد الله، ولكنه أيضا يقول إن الله الذي بيده الشفاعة فوض هذه الشفاعة إلى مجموعة من الصفوة. شنو المانع من ذلك؟ أزمة الأمور في بلد بيد حاكم ذلك البلد، ولكن يوكل واحد في إجراء بعض الأمور، هذا ممكن لو مو ممكن؟ طبعا ممكن. الله سبحانه وتعالى يقول في آية: الله يتوفى الأنفس. من المتوفي؟ من اللي يقبض الأرواح؟ الله. الله يتوفى الأنفس، ولكن أكو مانع أن الله الذي يملك هذه القدرة بالذات ملكا ذاتيا أن يعطي هذه القدرة بيد ملك؟ ممكن لو مو ممكن؟ ممكن. من الذي يقبض الأرواح؟ عزرائيل. الله سبحانه وتعالى يقول في آية ثانية: توفته رسلنا. فالله متوفي بالذات، وملك الموت متوفي بالتبع وبالتخويل. ممكن هذا الشيء؟ صحيح. قل لله الشفاعة جميعا، ولكن الله سبحانه يقول في القرآن: إني أعطيت الشفاعة لبعض الصفوة من خلقي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فإذن أكو هنالك شفعاء، ولكن بإذن الله. في آية أخرى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، الذي يرتضيه الله هؤلاء يشفعون له. نحن لا ندعي أن الشفعاء يملكون الشفاعة بذاتهم، ولكن يملكون الشفاعة بإذن الله وبتخويل الله. فهذا المنطق يعبر عن جهل ذريع بالقرآن، أو يعبر عن عناد مستحكم في نفوس هذه الفئة الضالة المضلة. واحد من الاثنين، إما جهل وإما عناد، واحد من الاثنين ولا ثالث لهما. البحث الأول: مفهوم الشفاعة. والبحث الثاني: الدليل على الشفاعة. والبحث الثالث: الشفاعة كما تكون في الآخرة تكون في الدنيا أيضا.
ولكن واحد كلما يكون أقرب إلى هذه الصفوة يكون أقرب إلى الشفاعة، كلما كان أقرب، كلما تقرب إليهم أكثر يكون مشمولاً لشفاعتهم أكثر في هذه الدنيا وفي الآخرة. هنالك حديث يرويه العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه في البحار، أن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في يوم من الأيام يدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجدها كئيبة محزونة، فيقول لها: لماذا هذا الحزن ولماذا هذه الكآبة؟ فتقول: إني تذكرت مواقف القيامة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالنبي صلى الله عليه وآله يقول حديث مفصل علي بقطعة، يقول: أول من تنشق عنه أرض المحشر أبوك، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم من ثم من، ثم يأتي 70,000 ملك يتقدمهم جبرائيل، يأتون إلى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ويخرجونها من قبرها إلى الجنة، فتخرج إلى الجنة ويجري ما يجري إلى أن تصل إلى الجنة، ثم يبعث الله ملكا إلى فاطمة صلوات الله عليها، يقول ذلك الملك: إن الله تعالى يقول: ما حاجتك؟ تقول، لاحظوا الجواب، تقول: حاجتي أن تغفر لمن نصر ولدي، من نصر ولدي، يعني من نصر أهل البيت. شنو معنى نصرة أهل البيت؟ إقامة هذه المجالس في هذين الشهرين، شهر جماد الأولى وشهر جماد الثانية، نصرة لأهل البيت، نصر. بناء المساجد نصرة لأهل البيت، بناء الحسينيات نصرة لأهل البيت، طبع الكتب الدينية نصرة لأهل البيت. حاجتي أن تغفر لمن نصر ولدي. كلما واحد ينصرهم أكثر، يتقرب إليهم أكثر، يستشفع بهم أكثر، يكون أقرب إلى شفاعتهم في هذه الدنيا وفي الآخرة. ينقل الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله تعالى عليه، هذا الرجل حقيقة الرجل عجيب، وتاريخ لازم نقرأ، تاريخ عجيب، مدة كان يعيش في كربلاء، ومدة كان يعيش في قم، ومدة كان يعيش في أراك، رجل حقيقة رجل عجيب، تاريخه، حياته الزوجية تحتاج إلى مطالعة، حياته الاجتماعية تحتاج إلى مطالعة، أخلاقه تحتاج إلى مطالعة، حقيقة رجل عجيب كان. يقول: في يوم من الأيام كنا فوق السطح في مدينة سامراء، وكان الوباء قد هاجم المدينة. الوباء عندما كان يهاجم مدينة من المدن فيما تقدم،
كان معناه القضاء شبه التام على أهل تلك المدينة. وسائل ما كانت بهذا القدر، مكافحة ماكو، وسائل بالقدر الكافي ماكو. ففي حملة واحدة كان يموت 25 مليون إنسان. وتدري إذا في مدينة واحدة واحد يموت من الطاعون أو الوباء، شنو الذعر اللي يستولي على أهل تلك المدينة؟ في خلال دقائق يقولون يقضي، إذا واحد ما عنده مقاومة في دقائق الطاعون يقتله ويقضي عليه، وإذا عنده مقاومة يعيش مدة ثم يموت. هاجم الوباء مدينة كربلاء عدة مرات، مدينة النجف عدة مرات، والموتى كان يظلون بالشوارع لأنه بعد واحد يخاف، يتركونهم في الشوارع ويذهبون. فالوباء جاي للمدينة والذعر مستولي على أهل تلك المدينة. يقول احنا كنا فوق السطح مع مجموعة من العلماء مشغولين بالبحث العلمي، حقيقة يحتاج إلى قوة في هذه الأجواء واحد مشغول ببحثه العلمي، وإذا بالسيد محمد الفشاركي أحد كبار العلماء يأتي فوق السطح وآثار الألم والكآبة ظاهرة على وجهه، وأخذنا نتحدث حول هذا الوباء الذي عم المدينة. فيقول السيد محمد الفشاركي قال: إنني أصدر أمرا إلى كل أهالي سامراء أن يقوموا بهذا العمل. شنو ذلك العمل؟ لفتة حقيقة لطيفة. لاحظوا الكيفية، كل يوم أن يقرأوا زيارة عاشوراء. كيف؟ بالنيابة عن والدة الإمام المنتظر. السيدة نرجس صلوات الله عليها يقرأ الزيارة بالنيابة عنها. لكي تكون شفيعة عند الإمام المنتظر. تذهب إلى الإمام المنتظر وتستشفع به، هذه المرحلة الأولى من الشفاعة. لكي يتوجه الإمام المنتظر إلى الله سبحانه وتعالى ويستشفع به لكشف البلاء عن الموالين. حقيقة هذه لفتة لطيفة تجمع بين الإمام الحسين وبين الإمام المنتظر وبين والدة الإمام المنتظر. يقول: كل الموالين المؤمنون بدأوا بقراءة هذا الدعاء، ولم يصب منهم أحد. أي واحد من الموالين في مدينة سامراء رجالاً ونساءً كباراً وأطفالاً لم يصب منهم أي أحد، بينما من الأفراد الآخرين الخارجين عن خط أهل البيت كل يوم كان يموت منهم الكثير، وانجلت الأزمة وكل الموالين سالمين. الاستشفاع بالإمام المنتظر مؤثر. الإنسان إذا ذهب إلى بابهم واستشفع بهم يشفعون له عند الله. ننقل هذه القضية ونختم بها الحديث. الحر العاملي واحد من كبار علمائنا، هذا يقول: أنا كنت في أيام الطفولة عمري 10 أعوام أصابني مرض شديد من الأمراض وودوه إلى الدكاترة والأطباء،
ولكن كل العلاجات لم تجدي، ما كان فيها فائدة، لأن الطبيب قد لا يستطيع تشخيص المرض. إذا الله لم يلهمه التشخيص، الطبيب ما يستطيع تشخيص المرض. وإذا شخص المرض والله لم يلهمه العلاج، لا يستطيع كشف العلاج. وإذا كشف العلاج ولكن الله لم يأذن لهذا القرص أن يشافي المريض، القرص لا يستطيع أن يعطي الشفاء للمريض. كل شيء بيده. يقول أنا تمرضت، وكلما ذهبنا إلى الدكاترة، الدكاترة لم يستطيعوا أن يعملوا شيئا. وساءت حالتي يوم بعد يوم، إلى أن رقدت على فراش الموت، والأهل كلهم سلموا أنه بعد ماكو علاج، بعد ماكو أمل من هذا الطفل، وأخذوا حولي يجلسون ويبكون ويفكرون وين يدفنون هذا الطفل وكيف يجهزونه. وصلوا إلى هذه المرحلة. يقول أنا في تلك اللحظات الأخيرة، وإذا أرى بين اليقظة والمنام، لا يقظة كاملة ولا منام كامل، حال بينهما، لعله انكشف له عالم آخر، لعل روحه كانت في عالم آخر، أرى أن رسول الله صلى الله رسول الله يدخل علي، وعلي دخل علي، وفاطمة صلوات الله عليها دخلت علي، وكل الأئمة جاءوا، فسلمت عليهم واحدا واحدا، وصافحتهم واحدا واحدا، إلى أن وصلت إلى ولينا وإمام زماننا الحجة المنتظر فصافحته وأخذت أبكي، مو يبكي لأنه يموت، شوف التربية، شوف طفل عمره 10 أعوام ولكن في شنو يفكر. أقول فأخذت أبكي وقلت: يا أيها الإمام المنتظر، أنا دا أموت ولكنني أبكي لأن دا أخرج من هذه الحياة وما مسوي شيء، أنا دا أخرج من هذه الحياة وما مسوي شيء. طفل عمره 10 سنوات هالشكل يفكر، شوف التربية، شوف التوفيق، شوف الذاتية، أنه يفكر لابد أن يخرج وقد صنع شيئا. أيها الإخوة، كل واحد منا لازم يفكر في هذا الشيء، بكرة عندما يطلع مسوي شيء. أنت شنو سويت؟ أنا ألفت 10 كتب، نعمة الذخيرة لآخرتك. أنا طلعت شنو سويت؟ سويت مسجد، نعمة الذخيرة لآخرتك. أنا طلعت شنو سويت؟ سويت حسينية، نعمة الذخيرة لآخرتك. واحد يسوي شيء ليكون نبات لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له، شيء يسوي ويطلع. فقلت أنا دا أطلع وما مسوي شيء وأريد أسوي شيء وأطلع. فقال الإمام الحجة صلوات الله عليه: اطمئن، سوف تشفى من هذا المرض وسوف تعمر طويلا. كان بيده إناء فيه ماء، قدم لي هذا الإناء، شربت شربه من هذا الإناء، وإذا بالمرض يزول بالمرة والعافية تعود إلي بالكامل. يقول: قمت من مكاني وأهلي ينظرون إلي متعجبين، ما الذي حدث بين لحظة وأخرى؟ واحد من لحظات الاحتضار يقوم ويعود إلى حالته الطبيعية. وعمر عمرا طويلا الحر العاملي، وكتب كتاب من أنفع الكتب الآن فقهنا إحنا الشيعة، يعتمد
على كتاب وسائل الشيعة الذي ألفه هذا الرجل، ويعتمد على مجموعة من الكتب الأخرى، لكن من أهم مصادرنا كتاب وسائل الشيعة. الله سبحانه وتعالى وفقه لهذه الخدمة، ووفقه لخدمات أخرى، وقبضه بعد عمر طويل. الشفاعة موجودة، وهذه الصفوة المختارة خول الله إليها الشفاعة في الدنيا والآخرة، ولكن كلما واحد يتقرب إليهم أكثر وينصرهم أكثر يكون مشمولا لشفاعتهم أكثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا شفاعتهم، وأن يجعلنا معهم في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.